السلام عليكم ورحمة الله. إخوان، بالنسبة للي طلبوا مني صورهم كلب بيل، تذكروا الكلب بيل لما جبناه وهو صغير كان عمره تقريبا شهرين أو أقل شوي. الآن الكلب بيل عمره 5 أشهر وكم من يوم. الكلب بيل من النوع الضخم واللي بيضخم بسرعة زي ما أنتم شايفين، إيديه زي الأسد ضخم. العمر بالضبط 5 شهور. بيل طبعا، بيل اصبح كلب عملاق. بيل شايفين اضخم كلب بيل. بيل كلب شاطر ومطيع. بيل سلم، خلص بكفي بكفي، يلا بدك ايش؟ بكفي بيل. بيل خلص، بيل خلص سلم. هات ايدك الثاني، يلا سلم سلم بهاي، يلا سلم سلم. شاطر بيل شاطر، يلا تصور بيل. طبعا بيل كلب ضخم، بلشت تبين ضخامته وراح يطلع كلب عملاق، يعني ضخم ضخم. ايدين اجرين كل شيء مفصل فيه تفصيل من الزريعة النقية 100%. خذ لي صورة من الكلب. طبعا كل شهر شهرين بنصور لكم بيل وبنشوف فرق الحجم عبين ما يكبر، لانه هذا الكلب نوعه القوقازي بضل يكبر لعمر 2 سنين، وبعد عمر 2 سنين بصير يجمع 3 سنين، يعني باخذ تينمو جسمه كاملا بده 3 سنين، مش زي الكلب العادي 1 أو 1.5 سنة. القفقازي بيطول، يعني على 2 سنين بسكر ارتفاع وحجم، بعدين ببلش يجمع يعطي العرض والتفاصيل الجسم على 3 سنين. وان شاء الله كل شهر هيك بنشوف كيف بنقدر نصور لكم اياه. بيل يلا تعا وقف، تعا وقف بيل، تعا وقف وقف شاطر وقف. ايوه هات سيدك، يلا يلا سلم شاطر. نعم نعم اقعد اقعد. ايوه شاطر بيل شطور. بيل يلا تعال. بيل شاطر بيل. خليه هيك استنى ابراهيم هيك صار طلع علينا. بس له بيل بيل